تكلم معك سمو الامير في جانب اخر، طرح اسمك على مستوى ترشيحك للاتحاد السعودي لكره القدم، هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ولا فكرت سمو الامير؟ ابدا، لا ابدا، هذا انا يعني استغرب ليش طلع الشيء هذا، لكن ابدا والله ولا عندي علم اصلا في يعني ما عرفت الا من يومين انه قالوا اني مرشح وكذا، ولا هذا انفي هذا الشيء ما هو بصحيح، ولا فكرت اطلاقا اني يعني ادخل في مجال كره القدم. ولا تفكر مستقبلا؟ ما اعتقد، لا ولا اعتقد اني بفكر. جميل، شكرا لك. شكرا لك.